سلاح سمي بسلاح الجيل الثالث في الحروب، طائرة ليست عالية التكلفة ولا يقودها طيار بشري، ويصعب على الرادار اكتشافها وتصيب أهدافها بدقة. سلاح فرض نفسه كعنصر جديد في الحروب الحديثة، وتزايد استخدامه في العمليات العسكرية. الطائرة المسيرة، أو ما تسمى بالدرون، الطائرات الموجهة والمبرمجة مسبقاً، تختلف عادة أحجامها باختلاف استخدامها كالتصوير وحمل القذائف وأغراض المراقبة والهجوم، إضافة إلى استخداماتها في مكافحة الحريق ومراقبة خطوط الأنابيب، وتعد أهم الأسلحة المستخدمة في الحروب الحديثة. عدة دول نفذت من خلالها عمليات عسكرية ناجحة، كعملية مقتل قائد ميليشيات إيران الإرهابي قاسم سليماني، عملية تمت عن بعد بلا خسائر بشرية ولا أضرار جانبية وبدقة فائقة، مما يبين فاعلية مثل هذه الطائرات في الحروب. ومن منطلق الهدف الاستراتيجي للمملكة في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030، تم تدشين أعمال تطوير وتصنيع منظومات طائرات بدون طيار بتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة أنترا للتقنيات الدفاعية. الهيئة تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً لتوطين صناعة منظومات الطائرات بدون طيار في المملكة. ومن المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021 للميلاد، وبحجم استثمارات من المتوقع أن يبلغ 750 مليون ريال، والذي يستهدف إطلاق 6 أنظمة طائرات من دون طيار و40 نظاماً خلال 5 سنوات.